السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر مونتك. الحلقه دي هتبقى حلقه طويله شويه، لكن قبل بس ما ابدا الحلقه دي فحابب اتكلم عن كذا حاجه. ولكن قبل ما ابدا الحلقه دي حاب اشكر الناس اللي بتعمل لايكس على الفيديوهات بتاعت اليوتيوبر فشيخ. فالناس دي ناس محترمه، انا بشكركم جدا. للناس اللي بتوصلني للتارجت اللي انا بطلبه، والحلقه دي انا طالب 300 لايك. بصوا يا جدعان، موضوع 300 لايك ده انه صعب ان احنا نوصل له كده، فده مستحيل. الموضوع سهل جدا، انت بس لو اتفرجت وعملت لايك استفدت من الحلقه. انت عارف لو 300 دول هم 300 اللي هيستفيدوا من الحلقه فانا مبسوط جدا. فان شاء الله الحلقه دي تعجبك، وان شاء الله تعجبك جدا يعني وتعمل لها لايك. فالحلقه دي اصلا مهمه جدا، يعني انا نسيت اقول لك في البدايه ان الحلقه دي كل دقيقه فيها هتاخد معلومه مهمه، فانت لازم تتابع الحلقه دي للاخر مهما كانت الحلقه طويله. انا ما اعرفش تبقى قد ايه، ولكن معلومات الحلقه دي كتير وانا لخصتهم لك في 5 نقط بس. طبعا مش شايف حاجه، ولكن هم 5 نقط. ال5 نقط دول هم في احصائياتك على يوتيوب. ال5 نقط دول لو انت ركزت عليهم فعلا هتنقل قناتك لمستوى تاني خالص، لحته تانيه خالص. هتبقى انت فاهم كل حاجه تقريبا، لان طبعا مش هتبقى فاهم كل حاجه لان مش شارح كل حاجه، لكل حاجه دي تحتاج 5 6 حلقات. ولكن حبيت الخص لك الحاجات اللي فعلا هتنفعك، اللي فعلا هتفيدك، تمام؟ فبدون كلام كتير وبدون رغي كتير خلينا نبدا. لكن يعني نقول ويلكم لشعري وكده، يعني شايفين طبعا رجعت للمنظر القديم قبل ما احلق وكده، للمنظر الجميل القديم. طبعا انتوا حاليا مش شايفين اللابتوب، ولكن يعني ده اللابتوب حاليا، ده اللي قدامي ده هو ده اللابتوب، فانتوا مش شايفينه عشان صايع جدا. ف يلا اول حاجه، احنا حاليا كده بدانا ريكوردينج. تمام، احنا حاليا بدانا ريكوردينج. طيب نبدا كده باول حاجه. اول حاجه استوديو يوتيوب، ده اللي احنا نشتغل عليه النهارده هو استوديو يوتيوب، تمام؟ فازاي تفتح استوديو يوتيوب؟ عشان الناس اللي ممكن تقول لي ازاي افتحه مش عارف ايه الحاجات دي، عشان في ناس فعلا بتسال اسئله غريبه. هتخش على الفيديوز او على القناه بتاعتك على الفيديوز، وبعد كده اللي هي ماي فيديوز، ها هتلاقي مكتوب في الجنب كده يوتيوب استوديو بيتا، اضغط عليها بس هتلاقيه، ده هيدخلك على الحته دي. او خش على اليو ار ال studio.youtube.com، بس هو ده برده هيدخلك على الاستوديو يوتيوب. هو بيتا لسه مش كامل، ولكنه في كل اللي انت محتاجه. واعذروني لو بصيت على الشاشه غصب عني او بصيت على كذا حاجه غصب عني، لان انا هنا في 3 أو 4 مصادر حاجات المفروض ابص عليها غصب عني، تمام؟ في كاميرا، في اللابتوب، في اضاءتين، فاكيد عينيا من الانتقال كده هبص على حاجات غلط كتير، فاعذروني يعني. يلا نبدا في اول نقطه. اول نقطه هي الليتست اكتيفيتي. يعني ايه الليتست اكتيفيتي؟ هنا الليتست اكتيفيتي دي بتخليك تعرف ايه اللي حصل في قناتك في اخر 48 ساعه، اخر يومين ايه اللي حصل في القناه. طيب تلخيصا للوقت، ايه اللي انا هستفيده من الليتست اكتيفيتي؟ حاجتين بس، هما حاجتين هتستفيدهم، حاجتين بطنيتين كده انت ممكن تكون ما تعرفهمش، ممكن تكون ما خدتش بالك منهم، تمام؟ ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجه الاولى هي الوقت المناسب لنشر الفيديو. مليون سؤال بيجي لي، ايه الوقت اللي انا انشر الفيديو فيه؟ ايه الوقت اللي اعرفه ان المتابعين صاحيين بيتفرجوا على اليوتيوب او الناس فاتحه اليوتيوب دلوقتي؟ تمام، ده هتعرفه من الليتست اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني انت مثلا حابب تعرف ايه الوقت المناسب، هتتبع الخطوات اللي انا هقولها حالا دي. اول حاجه هتنشر فيديو الصبح بدري، الساعه 7 الساعه 8 في الحدود دي، تمام؟ وتشوف هل الفيديو ده هيجيب مشاهدات ولا لا. مثلا جاب 300 مشاهده، تمام؟ جاب في اول ساعه، اول ساعه بكام؟ على اول ساعه جاب 300 مشاهده. هتروح ليه بالليل او مثلا على العصر، يعني الساعة 4 الساعة 5 الساعة 3، من 3 ل 5 كده تنشر فيديو، هتشوف هيجيب كام مشاهدة. الفيديو مثلا جاب 500 مشاهدة، فبالتالي الناس دي أحسن، أو الوقت ده وقت أحسن. طيب نيجي لوقت تاني خالص، الساعة 10 بالليل، تمام؟ الساعة 10 بالليل أو من 8 ل 10 بالليل، فانشر فيديو، نشوف برضو الوقت ده هيجيب كام مشاهدة. جاب 800 مشاهدة، فبالتالي الوقت ده وقت أحسن من كل اللي فات. تعرف ده كله منين؟ من الليتست اكتيفيتي، تمام؟ زي ما انتم شايفين قدامكم كده بيجيب لك الوقت او المشاهدات اللي في الوقت في 48 ساعه الاخر، الحاجات الاخيره، تمام؟ وكمان بيجيب لك بالساعات، بالساعات، وهي دي اللي هتنفعك، هي دي اللي هتعرفك الوقت المناسب انه بالساعات، تمام؟ يعني مثلا هنا من الساعه 7 للساعه 8 انا كنت نشرت فيديو امبارح، فبالتالي الوقت ده جالي 250 مشاهده، فده وقت ضعيف جدا بالنسبه لي. بالنسبه للعادي انا ممكن اجيب 500 مشاهده 600 700 مشاهده في اول ساعه بس من الفيديو، لو انا نشرته في الوقت المناسب عندي اللي هو من 9 ل 11 بالليل، تمام؟ فانت تجرب والوقت المناسب عندك هتعرفه من المنطقه دي، من الليتست اكتيفيتي. الحاجه الثانيه هتعرف الفيديوهات اللي فرقعت معاك. دي بعكس كل اللي انا قلته قبل كده، او بعكس الحته اللي انا لسه قايلها دي، انك هتعرف. انا بتكلم على الفيديوهات الاخيره، ازاي تعرف الوقت المناسب اللي تنشر في الفيديو، فده بتعرفه من الفيديوهات الاخيره. لكن ده بقى ازاي تعرف الفيديو اللي فرقع معاك من زمان؟ يعني ايه؟ يعني
مثلا انا نشرت هنا في مثلا فيديوهين اهم، الفيديوهين دول اللي هو بتاع البيبال وفيديو بتاع الايفون 6 بلس. تمام، هل الايفون 6 بلس اختيار جيد في 2018؟ الفيديو ده مازال لحد النهارده بيجيب مشاهدات. ازاي؟ الفيديو اصلا هتلاقي دلوقتي ظاهر لك التاريخ بتاعه قديم جدا، يعني مش قديم جدا جدا يعني، ولكن هو قديم، ما هوش الاسبوع اللي فات، ما هوش الاسبوع اللي قبله، فيديو قديم، ولكنه هنا بيقول لك ان هو بيجيب مشاهدات، يعني متوسط يوميا 150 160 مشاهده، وده كويس جدا. تمام، ان ده فيديو لحد دلوقتي بيجيب مشاهدات. في فيديوهات بتموت، هتقول لي لا طب انت الخمس فيديوهات دول بس هم اللي بيجيبوا مشاهدات، هقول لك لا مش دول بس، عايز تعرف بالظبط كام فيديو عندك وجاب كام مشاهده. انا هنا مكتوب لي ان انا جايب 6600 مشاهده في 48 ساعه، اخر 48 ساعه. تمام، فعايز تعرف بالظبط كام مشاهده، او يعني ال 6600 دول راحوا فين بالظبط، هتروح على الاناليتكس بتاعتك، هتروح على الريال تايم. الريال تايم فيوز هي دي بتجيب لك القايمه كلها، هنا بيجيب لك اعلى خمس فيديوهات، هنا بيجيب لك في الريال تايم فيوز في القايمه كلها. تمام، بيجيب لك القايمه كلها زي ما انتم شايفين كده، بتظهر واحده واحده اهي. تمام، فدي القايمه كلها زي ما انتم شايفين. تمام، دي قايمه الفيديوهات كلها. فدي كانت حته الليتست اكتيفيتي. تمام، بتعرفك الوقت المناسب اللي تنشر في فيديو، وبتعرفك الفيديوهات اللي فرقعت معاك. طيب انا عرفت دلوقتي الفيديوهات اللي فرقعت معايا يا مصطفى، انا اعمل بيها ايه؟ وده هينقلنا على النقطه اللي بعد كده، خلينا نروح لها في الريتش فيورز. تمام، الريتش فيورز، الريتش فيورز دي ايه؟ دي بالظبط هي فكره بيعرفك الفيديوهات اللي فرقعت معاك دي فرقعت ليه. ولكن قبل ما نخش على النقطه دي، خلينا نروح على الامبريشنز. يعني ايه امبريشنز؟ تمام، مش عايز ارغبطك، ولكن بس ركز معايا واحده واحده. الامبريشنز هي الصور المصغره بتاعتك ظهرت كام مره قدام الناس، وكم مره الشخص ده ضغط عليها، وكم مره او كم مشاهده جات لك من الموضوع ده. تمام، طيب خلينا نركز على الحته دي. انا هنا مثلا جالي 1,600,000 امبريشن. تمام، يعني حاجه زي تفاعل 1,600,000، منهم 5% بس ضغطوا على الفيديو او ضغطوا على الصور المصغره، وده يعرفك قد ايه انا صور مصغره حقيره. تمام، فده يعرفك قد ايه الصور المصغره عندي وحشه، ان 5% بس هم اللي ضغطوا من 1,600,000، هم 5% دول اللي هم ال 114,000 مشاهده. تمام، او 100,000 مشاهده مثلا من 114,000. طيب هنا بيتكتب لك حاجه جميله قوي، بيقول لك ان 54% من المحتوى بتاعي ريكومندد، وده ممتاز جدا في اخر 28 يوم. طبعا انا يعني كل ده في اخر 28 يوم. بيعرفك هنا برضو دي حته حلوه قوي، ان 54% من فيديوهاتك ريكومندد. يعني ايه؟ يعني انت في ناس كتير قوي بتستهدف فيديوهاتك، ودي حاجه كويسه بتخليك مقترح دايما. تمام، وده نستفيد منه من حاجه هقولها كمان شويه. طيب خلينا نرجع بقى، يبقى احنا كده فهمنا على ايه امبريشنز، لان الناس كتير سالت عليها برضو. الامبريشنز دي يعني كم مره الصوره المصغره بتاعتك ظهرت في الفيديوهات. طب تقول لي طب يعني ايه؟ يعني ايه الصوره المصغره تظهر في الفيديوهات؟ هقول لك يعني ايه. يعني مثلا يكون واحد بيتفرج على فيديو للمحترف المصري، يبص على الجنب كده يلاقي فيديو لمصطفى، يلاقي فيديو لمستر بومتك، يلاقي فيديو لمابرو، يلاقي فيديو لخالد ميجا في الجنب كده، هو ده الامبريشن. تمام، كم مره الفيديو بتاعك كان ظهر هنا؟ كم مره الواحد دور على على كلمه مفتاحيه معينه الفيديو بتاعك ظهر قدامه؟ مش لازم يكون ضغط، المهم ان هو ظهر بس. تمام، هي عندي 1,600,000، ده كويس لحد كبير يعني، ولكن الفكره ان انا 5% بس اللي ضغط، 5% بس. تمام، عدى 11 دقيقه في ثانيه، يعني 11 دقيقه في ثانيه الواحد ما لحقش اصلا يعمل اي حاجه. نروح للنقطه اللي بعد كده برضو في نفس الحته بتاعت الريتش فيورز، ودي برضو النقطه الثالثه، يعني نقطه مهمه جدا، هي الترافيك سورس يوتيوب سيرش. تمام، دي بقى اللي بتعرفك الكلمات المفتاحيه اللي فرقعت معاك في الفيديوهات اللي فرقعت معاك. ما انت فاهم حاجه؟ لا اظن انك فاهم، صح؟ وصلت صح؟ انا اقصد ايه؟ مش قلت لك قبل كده ان في فيديوهات فرقعت معاك ووريتهم لك في الفيديوهات اللي لسه بتجيب مشاهدات مع انها قديمه، فيديو قديم ولسه لحد النهارده بيجيب لك مشاهدات وبيجيب لك ارباح، فبالتالي الفيديو ده مفرقع معاك لانه لحد دلوقتي هو بيجيب مشاهدات بقى له 3 4 شهور، ولحد النهارده كل يوم بيجيب لك مشاهدات. تمام، فالفيديو ده مفرقع معاك. فازاي بقى تقدر تعمل فيديو مشابه للفيديو ده وتقدر تستهدفه تاني؟ تمام، هو عن طريق الكلمات المفتاحيه اللي فرقعت معاك، الترافيك سورس يوتيوب سيرش، ده بيجيب لك ايه الكلمات المفتاحيه اللي الناس دورت عليها في اليوتيوب والفيديو بتاعك ظهر قدامهم وضغطوا عليه. تمام، دي جميله جدا جدا. تمام، هنا بيقول لك ايفون 6 بلس، دي كلمه مفتاحيه انا تصدرتها، لما بتدور عليها بتلاقي الفيديو بتاعي. تمام، فناس كتير قوي ضغط عليها، فبالتالي هم كاتبها لك هنا، بيقول لك اليوتيوب سيرش عندي اصلا هنا بيقول لي انا عندي 24% من المشاهدات بتاعتي من ال 114,000 مشاهده، 24% منهم في اليوتيوب سيرش، اتمنى يزيد عن كده يعني، ولكن الفكره
دلوقتي بيقول لك ان ايفون 6 بلس واخد 4.2 من 10 من ال 24% دول. طب تقول لي طب دول مش ال 24%، اقول لك لا، ال 24% لو ضغطنا كده هتلاقي ظاهر لك كل الكلمات المفتاحيه. تمام، دي كل الكلمات المفتاحيه اللي فرقعت معايا انا والناس لما بتدور عليها بتلاقي فيديوهاتي. زي مثلا كلمه مستر مونتك، انت لو دورت عليها تلاقي فيديوهاتي، ده اثبات يعني. فبكده انا عرفتك ايه الحاجات المهمه اللي بتجي لك لما تعرف الكلمات المفتاحيه اللي فرقعت معاك. فانت ممكن تعمل فيديوهات تانية عن نفس الموضوع ده او عن حاجه مهمه زي الموضوع ده، وبالتالي برضه هيفرقع معاك. صح، يعني فكره حلوه. انت دلوقتي صدرت كلمه مفتاحيه لوحدك او كلمه مفتاحيه انت صدرتها عن الباقي، فانت ممكن تستخدم تاني وتتصدر تاني، ده صح. تمام، فانت حاول تستخدم الموضوع ده بشده يعني، حاول تركز فيه. النقطة رقم 4، النقطة دي برضو من النقط المهمة جدا، سبسكرايبر اور نوت. يعني ايه؟ يعني هنا بيعرفك هنا في الحتة بتاعت الكام واحد عمل سبسكرايب في 28 يوم الأخيرة، بيقول لك هنا الحتة بتاعت ايه اللي هو كام في المية عمل سبسكرايب وكام مش عامل سبسكرايب. دي حاجة محبطة جدا بالنسبة لي أنا الحقيقة، لأن دلوقتي أنا عندي 72% من اللي بيستفيد من فيديوهاتي بيتفرج على فيديوهاتي مش عامل سبسكرايب. طب يعني ليه الفكرة؟ 27% او 28% هم بس اللي عامل سبسكرايب للشانل بتاعتي في اخر 28 يوم. يعني مثلا ممكن يكون بيتفرج عليا وقول مثلا انا اصلا 27% دول هم كام؟ اللي هم 3000 مشترك، لان انا نزلت 3000 مشترك تقريبا في اخر 28 يوم، فبالتالي اللي هم 3000 مشترك. قول مثلا انا بزيد، انا 10000 مشترك او 10000 واحد بيتفرجوا، تمام؟ فمنهم 7000 ما بيعملوش سبسكرايب و3000 بس هم اللي عملوا. انا مبسوط جدا من الرقم ده، ولكن اتمنى يزيد مع مرور الوقت، لان فعلا الموضوع بقى محبط جدا. يعني ليه 70% بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي ومش بيستفيدوا، او حتى لو استفاد مش بيعمل سبسكرايب؟ يعني الفكره في كده. ولكن دي تستفيد منها ازاي؟ انك تقول للناس اعملوا سبسكرايب، بليز اعملوا سبسكرايب عشان انا اقدر ازيد في المشتركين واقدر اعدل المرحله دي. فيا ريت تعملوا سبسكرايب. مش قصدي انك تعمل سبسكرايب، انا قصدي ان انت المفروض تقول للناس كده، المفروض تقول للناس يعملوا سبسكرايب عشان الرقم ده يزيد، رقم السبسكرايبد يزيد. تمام، دي الفكره. دي بتعرفك ان كام واحد عامل سبسكرايب وكام واحد مش عامل سبسكرايب، كام في الميه عامل سبسكرايب وكام في الميه مش عامل سبسكرايب، كام يوزر اتفرج عليك ومش عامل سبسكرايب. دي الفكره برضو، كام يوزر اصلا اتفرج عليك. انا قلت لك دلوقتي في 10000 يوزر اتفرج عليا، 10000 واحد عامل اكونت على الجيميل واتفرج عليا وما عملش سبسكرايب. تمام، في منهم 7000 ما عملوش سبسكرايب، 3000 بس اللي عملوا. دي الفكره يعني. طيب، وطبعا هنا في الحته بتاعت بيلد ان اودينس دي بيعرفك بعض الحاجات عن السبسكرايبرز بتوعك مهمه جدا يعني. ولكن النقطه الرابعه بالظبط هي عن الحته بتاعت مين اللي عمل سبسكرايب ومين اللي مش عامل سبسكرايب، وتبدا تعدل بقى من اللي انت بتعمله عشان الناس تقدر تعمل لك سبسكرايب في الهندسه الاجتماعيه. اخر نقطه معانا وهي الايرن ريفينيو. تمام، هناخد نقطه واحده برده من الايرن ريفينيو، ودي اخر نقطه وهي التوب ايرننج فيديوز. دي بتعرفك الفيديوهات اللي توب ايرننج، يعني اكتر فيديوهات بتجيب لك فلوس في اخر 28 يوم. يعني مثلا اكتر فيديو بيجيب لي فلوس في اخر 28 يوم هو الباي بال، فيديو الباي بال عامل 4 دولار ونص تقريبا في اخر 28 يوم، في اخر 28 يوم بس عامل 4 دولار ونص. فبالتالي ما عملتش فيديو تاني ليه؟ استهدف في نفس الكلمات المفتاحيه مره تانيه عن الباي بال، وبالتالي برضه هيجيب نفس الارباح ويمكن ارباح اكتر. تمام، دي الفكره. فبرضه الفكره من توب ايرننج فيديوز انك ممكن تعمل فيديو تاني عن نفس الموضوع او عن الموضوع ده بطريقه تانيه خالص، او فكره تانيه عن نفس الموضوع بكلمات مفتاحيه مشابهه، فبالتالي تقدر تحقق نفس الارباح ونفس المشاهدات، فيفرقع معاك برضه زي ما الفيديو ده مفرقع معاك في الارباح والمشاهدات. بس يا شباب، يعني دي كانت الفكره، ودي كانت الخمس حاجات، والخمس حاجات الباطنيه اللي انت ممكن تكون بتقرا الاحصائيات كده وخلاص مش فاهم حاجه. يعني مثلا الفيديو ده جاب 4 دولار ونص، طب انا استفدت ايه؟ ما انا ما اعرفش حاجه. طب هو ليه اصلا عامل لك الاحصائيات دي؟ عشان تعرف تقراها صح، عشان تعرف تبقى فاهم الفيديوهات دي ليه جابت 4 دولار ونص، طب ده ليه جاب مشاهدات، ده ليه ما جابش مشاهدات، ده ليه بيجيب ارباح، ده ليه ما بيجيبش ارباح. الفكره دي لازم تقرا احصائياتك صح، لازم تعرف مشتركينك بيزيدوا قد ايه، بيقلوا، لا بيجوا من مصر، بيجوا من كذا، بيجوا من كذا. انا طبعا ما شرحتش كل حاجه بالتفصيل، ولكن حبيت بس يعني اجيب لك الحاجات المهمه، الحاجات اللي انت هتستفيد منها، لان انا عارف ان في حاجات كتير قوي مش هتفيدك. تمام، وفي حاجات كتير قوي واضحه وقاريه نفسها، ولكن حبيت اجيب لك الخمس نقط الخلاصه، الخمس نقط اللي هيفيدوك. وعارف الفيديو ده طول جدا، وان شاء الله هحاول امنتج واثر باي طريقه، احاول اخليه مثلا 10 12 دقيقه، مع ان حاسس انه هيعدي 15، ولكن يعني ربنا يستر. فحاول اثر الفيديو، خلينا ننهي الفيديو عشان ما يطولش اكتر من كده، وبس كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعرف فعلا في مجهود بيتبذل هنا، في مجهود
في بهدله بتحصل هنا، في كاميرا بتفصل كل شويه، في حوارات بتحصل مش عارف حوار الكاميرا ده لازم اغير الميموري كارد لان الميموري كارد بطيء للاسف، فزي الميموري كارد سريع عن كده انه بيفصل كل شويه. بس كده ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله النصايح دي تفيدكم باذن الله. تابع اليوتيوبر فشيخ، عايزين نوصل 300 لايك. تمام، لو كنت ناس تعمل لايك انزل اعمل لايك دلوقتي، كنت استفدت من الفيديو ده اعمله شير عشان الناس تاني تستفيد، ولو كنت ناس تعمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان الرقم ده يزيد، لان انا فعلا احبطت جدا جدا من موضوع السبسكرايبرز ده، فاعمل سبسكرايب بس كده. شكرا عشان شفت فيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.